كثيرا على هذا المقيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الذي السماوات والأرض السميع المجيب، أسألك التوفيق والسداد، وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأخ والصديق والزميل والأستاذ والملهم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العويس المقدسي، مؤسس المشروع المعرفي لبيت المقدس لتنظيمه هذا المؤتمر، ولمجهوداته المتواصلة في الدفاع عن قضية بيت المقدس، والذي يذكرنا دائما بإقليم بيت المقدس وبيت المقدس والمسجد الأقصى في الوقت الذي نسيه الكثيرون وتاجر به وباعه آخرون وتخاذل عن نصرته الأغلبون. فألف تحية لأولئك القائمون المدافعون المرابطون والمحافظون على ما تبقى من كرامة الأمة العربية والإسلامية. والشكر موصولا أيضا لجامعتنا، جامعة صباح الدين زعيم، ممثلة برئيسها البروفيسور محمد بولوك، وكذلك لجميع من ساهم وشارك وساعد في إنجاح هذا المؤتمر، سواء ذكرتهم أم غفلت عن ذكرهم، راجع من الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. عنوان ورقتي: Addressing Information Resources on Al-Aqsa Mosque and its Ancient Architecture, Demystifying Realities and Exploring Identities. أي تقييم مصادر المعلومات التي تحدثت عن المسجد الأقصى، محاولة لتفنيد الحقائق واكتشاف الهوية. عندما طرح هذا الموضوع أو طرح موضوع المؤتمر، كنت أتمنى أن أتحدث في شيء إلى حد ما هو مرتبط مع الكلام الذي سأتحدث به هنا، ولكن موضوع المؤتمر هو المعرفة، فحاولت أن أجد شيئا يوازن ما بين ما أريد أن أتحدث به وما هو يطرح في هذا المؤتمر. فوجدت أن أتحدث عن القاعدة العلمية التي تبنى عليها جميع أبحاثنا هنا، سواء أبحاث إسلامية أم غير إسلامية. وعندما أتحدث عن هذا الموضوع هو ليس بالبساطة المعهودة. على سبيل المثال، هل عندنا أبحاث تحدثت عن المسجد الأقصى قبل الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس؟ هناك بعض الكتب، عبد العزيز الدوري، القدس في التاريخ وغيرها. ما طبيعة هذه المعلومات التي تتحدث عن مدينة بيت المقدس قبل الفتح الإسلامي الأول؟ للأسف ما يطرح في عبد العزيز الدوري لربما في بعض الأمور أسوأ من أسوأ بعض المعلومات التي وردت في المصادر الإسرائيلية، وهو معذورا، لأن القاعدة أو مصادر المعلومات التي يعتقد أنها مصادر دقيقة هي فيها شيء من عدم الدقة، وربما فيها شيء كامل من التضليل. أيضا عندما بدأت أكتب في هذا الموضوع واجهت مشكلة أخرى، أن مصادر المعلومات قليلة جدا، ولربما أحكيكم بصراحة هي أكثر من قدرتي. مصادر كثيرة جدا، يعني أنا على سبيل المثال أملك في مكتبتي أكثر من 150 مصدر. تخيل 150 مصدر أن تطلع عليهم لمدة 4 أشهر 5 أشهر، وتبقى يعني هي العملية ليست بسيطة، وهي أكثر من ذلك. أنا أتحدث مع أملك في مكتبتي، ولكن انتقيت المصادر الأساسية التي في العادة ما تؤخذ بعين الاعتبار عندما نتحدث عن المسجد الأقصى، لا سيما برجع بقول لا سيما قبل الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس. ويجب التأكيد هنا، عندما نتحدث عن المسجد الأقصى بعد الفتح الإسلامي، المسلمون يقول أن هذا المسجد هو إسلامي، والإسرائيليون يقول أن هذه المباني هي إسلامية، ولكن هم يقولون بأن هذه المباني بنيت على حق من حقوقهم، وأن المسلمون اختاروا أو صادروا أو انتهكوا مقدسات، فنحن الأولى بها، ولكن الحقيقة شيء آخر. في أي بحث هناك مجموعة من الأهداف،
فأول هدف من الأهداف لهذا البحث هو المحاولة لاختبار المعلومات أو مصادر المعلومات الأساسية عن المسجد الأقصى والتطور التاريخي المعماري للمسجد الأقصى وبيان مدى مصداقيته. أما الهدف الآخر هو البحث لأي مدى وصلت القاعدة العلمية من عدم الدقة، القاعدة العلمية التي تتحدث عن المسجد الأقصى إلى أي مدى وصلت من عدم الدقة. وعذرا أنني أستخدم مصطلحات علمية. ثالثا المحاولة لتفسير لماذا هذه المصادر تحدثت بهذه الطريقة، إيجاد مختلف الظروف التي كانت وراء التفسيرات سواء قديمة أم حديثة. أنا لا أتحدث عن التفسيرات الحديثة بالمناسبة، لأن هناك مثل ما بني على باطل فهو باطل، وحتى في نظر القانون في المحاكم إذا كان أحد دعائم القضية فيه إشكالية فتسقط القضية. السبب الآخر بيان مدى دور هذه التفسيرات في استحداث المعلومات أو مختلف المعلومات عن المسجد الأقصى سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية. مصادر المعلومات مصادر متعددة، وهذا شيء بسيط من مصادر المعلومات، archaeological, historical، أي أثرية، تاريخية، دينية، معمارية، رحالة، جغرافية، كتابات، تصويرات، نقوش، إلى آخر، مصادر كبيرة ومتعددة. وإذا أردنا استقراء كيف تطور المسجد، الجميع ينظر باتجاه العهد القديم، أقدم المصادر التي تحدثت عن التي يفترض بين قوسين المسجد الأقصى، على فرض أن هذا التعرف أو جميع الأبحاث الإسرائيلية وغير الإسرائيلية. بالمناسبة حتى الأبحاث الإسلامية عندما تتحدث عن بدايات المسجد الأقصى تقول أو كثير منها يقول بأن داود وسليمان أو سليمان تحديدا قد بنى المسجد الأقصى، قد بنى المعبد، قد بنى الهيكل، ومن ثم أصبح المسجد الأقصى. للأسف، وأنا سمعتها في كثير من المؤتمرات، ومن قال ذلك كثير من علماء الدين. لنرى ماذا يقول العهد القديم، لنرى حتى تقدر أن تدافع عن قضيتك لا بد من أن تفهم كيف الآخرون يقدمون معلوماتهم. فعندما صحيح هناك معلومات كثيرة عن المعبد، معبد سليمان أو هيكل سليمان بغض النظر، إذا حاولنا ندرسه من منطلق علمي، مساحة هذا المعبد تتحدث أن مساحته 20 ذراع في 60 ذراع في ارتفاع 30 ذراع، وعندما نتحدث هنا عن الذراع على فرض مصداقيته ودقته نتحدث عن الذراع الرويال كيوبيك أو الذراع الملكي اليهودي، وقيمته تقدر ب 54 سنتيمتر. حتى قضايا الذراع وقضايا القياس تستخدم في كثير من الأبحاث العلمية، ولكن مع اختلاف موضوع. إذا أنا أتحدث عن مساحة للمعبد لا تتجاوز 300 متر مربع، يعني أنا أتحدث عن شيء مكتبي بفلسطين أكبر من هذه المساحة. وعندما أقرأ أكثر أجد أن هذا المعبد هو مرتبط مع قصر سليمان. قصر سليمان بحسب الكتاب المقدس أو العهد القديم أو التوراة تتحدث عن مساحة تقدر ب 1250 متر مربع. قصر سليمان هو أكبر وأضخم وأكثر زخرفة من المعبد الذي يتحدثون عنه. من الأهم، قصر سليمان أم المعبد الذي يعتبرونه محجلا لجميع اليهود في العالم وليس في فلسطين؟ وإذا كان صحيحا، وأنا أفترض صحة،
ما يقولون. كيف يمكن ليهود جميع العالم أن يحجون إلى هذا المكان المحدود المساحة؟ إذن أنا أتحدث عن شيء صغير لا يتناسب مع العدد الذي يتحدثون عنه. هذا من ناحية المساحة. أما من ناحية الموقع، المعبد سليمان هو موجود هكذا يدعون في موقع المسجد الأقصى. عندما دخل داود مدينة بيت المقدس القديمة والتي كانت تسمى يبوس، كان موقعها ليس في موقع وليس في مدينة بيت المقدس الحالية، هي كانت تقع في المنطقة الجنوبية لبيت المقدس والمسجد الأقصى، وهم يعترفون بذلك، كانت هي مساحة محدودة في هذه المنطقة. ولكن حتى يقدموا الطرح بقالب علمي، قالوا بأن داود وسليمان وسعوا المدينة باتجاه الشمال، أو أن سليمان تحديدا قد ضم منطقة المسجد الأقصى داخل المدينة، يعني نحن نتحدث عن ضعف المساحة أو أكثر من 3 أضعاف المساحة. جميل، هكذا يتحدث العهد القديم. في 1961 بدأت الحفريات المنظمة، والعلم الأكبر للحفريات المنظمة هي كاثرين كانيون. ما حدث يختلف بين علماء الآثار بأن أساس العلم الطبقي الاستجرافي أو الحفريات المنظمة هي كاثرين كانيون. فانظر ماذا تقول كاثرين كانيون: If one had to debate only the evidence of excavation in Jerusalem, one would have no idea at all about some intelligent operation. It is certain that nothing intelligible should be found. بقول لك إذا أنا بدي أعتمد على الحفريات الأثرية مش رح أوصل لأي فكرة وردها إطلاقا حول أي نشاط لسليمان، وهو من المؤكد it is certain مش it would be or it is possible it is certain that nothing to do. لا يوجد أي دليل. وفحصت هذا الموضوع، فحصت المناطق الشمالية وصولا للجدار الجنوبي، كلما وجدته خارج نطاق مدينة يبوس بعض المصادر التي لم تفسر معنى وطبيعة ووظيفة هذه المباني أو هذه المصادر، وليس بالضرورة أن تكون لمباني. إذن أنا أتحدث عن مدينة لا يوجد، أو عن توسع لمدينة لا يوجد شيء مادي ملموس يثبت أن فعلا كانت هذه المدينة ممتدة لمنطقة المسجد الأقصى. إذن not in الأقصى، اللوكيشن unknown. أنا لا أنفي عدم وجود معبد أو هيكل أو مسجد سليمان، ولكن أنفي وجوده داخل المسجد الأقصى بناء على القالب العلمي للآثار والتاريخ والعلوم الأخرى. Planning and architecture مش غلط، خلينا نشوف وين شو أصول هذا الهيكل أو المعبد الذي يتحدثون عنه. يقولون بأن من قام ببناء هذا المعبد هم بناه استجلبت من منطقة لبنان، وقام حيرام الملك حيرام بإرسالهم إلى سليمان وقاموا ببناء، وجميع التصويرات، طبعا لا يوجد أدلة، هي عبارة عن imaginations، عبارة عن افتراضات وتخيلات هم وضعوها. فإذا قارنا ما بين معبد سليمان وما بين النمط التخطيطي للمعابد التي كانت قائمة بفلسطين، بالمناسبة حاولت أقارن ما بين معبد سليمان والمعابد التي هي موجودة في منطقة لبنان، تختلف كليا من ناحية التخطيط. هذا النمط عندما تم مقارنته مع المعابد الكنعانية
مع المعابد الكنعانية وجدت نوعا من التشابه، سواء كانت في شكيم أي نابلس القديمة، سواء كانت في مجدو أو في لاكيش أو غيره، هناك بعض التشابه فيما بينها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، أين المعبد الكنعاني الوثني لمدينة جبوسات أو يبوس؟ فهل داود عندما دخل مدينة بيت المقدس لم يجد فيها شيئا؟ الكل متفق أنها كان بها سكان، فأين معبده؟ لا كنيون ولا غير كنيون بالطرق لهذا الموضوع. similar in shape, orientation، حتى قضايا التوجيه هي تتشابه مع المعابد الكنعانية، هم يتحدثون عن معبد كنعاني. وبالمناسبة بعض الكتابات الإسرائيلية حاولت تشير لهذا الموضوع، وأفضل مصدر تحدث عن هذا الموضوع اللي هو The Temple of Jerusalem لجوان كومي، والذي يعتمد الكثيرون من الإسرائيليين حتى الأثريين مير بن دوف ودان بهاك وغيرهم يعتمدون على هذا المصدر. تقول بأن هنالك تشابه ما بين المعبد اليهودي وبين المعابد الكنعانية. هم لم يقدموا بالجديد، هم نسخوا ما كانوا، إذاك على افتراض صحة ما يطرح. الزخرف ديكوريشن، هم يقولون بأن هذا المعبد احتوى على تابوت العهد التي به الوصايا العشرة وما إلى ذلك، وكان يحيط بهذا التابوت العهد وكان يحيط الشيخ المجنح أو تشيروبيم يسموه. فإذا نظرنا لهذا الشيء وحاولنا النظرة أو المقارنة ما بين الزخرفة الكنعانية التي اكتشفت من خلال الحفريات الأثرية نجد هذا التشابه. أنا أتحدث هنا عن سكان فلسطين الأصليين اليهوديين. Similar decoration symbols with Canaanite deacon temples، معابد الكنعانية الوثنية. لكن هو السؤال الذي يطرح، إذا أنا أتعامل مع معابد كنعانية وثنية والتي يفترض بأن الديانة اليهودية هي توحيدية بحسب ما يقدمون، فهل أعتمد على الرمز الوثني وأتخذه رمزا لي؟ القصة ممتدة. في العادة بأي تخطيط المدن، وأنا حفرت شخصيا بعض المدن الكنعانية، ولكن في مدينة نابلس هي تبعد قليلا عن بيت المقدس. في الشيء المتعارف عليه أن المعابد تكون في وسط المدينة، وحتى نظام التخطيط الروماني واللي اليوناني هذا الشيء المتعارف عليه. وهم يقولون بأن معبد سليمان كان على قمة المنطقة أو في المنطقة اللي موجود فيها المسجد الأقصى، يعني بصيغة أخرى خارج المدينة أو على نهاية المدينة. هذا الشيء غير معروف في تخطيط المدينة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه على افتراض مصداقية، فهل المعبد الكنعاني كان أيضا في منطقة المسجد الأقصى؟ الأمور شيئا فشيئا، والإسرائيليون لم يتركوا شيئا إلا واختبروا حتى وصلوا إلى قناعة، أو البعض يوصل إلى قناعة، أو البعض العلم والموضوع في ذلك. وأقول لك بأن بناء سليمان للمعبد هو خرافة، وهي بعض الأشخاص الذي تحدثوا في ذلك. نيت سيلفرمان، بروفيسور إزاي فلينشتاين، توماس فولسك.
ولم تنتهي القصة إلى هذا الحد. والقصة حتى إذا حاولنا الاستطلاع من أي تاريخ هذه الوصوفات تعود، فنلاحظ أنها تعود لفترة متأخرة كثيراً عن فترة وجود الحدث. فكيف الشخص ممكن أن يصف شيئاً بعد 10 سنين، فما بالك بعد 100 سنة؟ وبدقة متناهية، وبدقة متناهية. يعني ممكن أسأل أي واحد أديش بعد بيتك، أو أديش مساحة بيتك، أو أديش طول وعرض بيتك، بعرف ساكن. فما بالك بعد 10 أو 100 سنوات؟ شينا أكثر في الزمن، وصلنا لمعبد محمد هيرو. إذا بحثنا في الأولد تستمنت ما بنلاقي أي شيء. هلا بالنيو تستمنت، بالنيو تستمنت أو في الإنجيل نسميه، في إشارة بسيطة إلى معبد هيرو، لكن لا يوجد تفصيل. التوراة هناك تفصيل لمعبد سليمان، ولكن في الإنجيل لا يوجد إلا إشارة لمعبد هيرود. ولا ربما التبرير ذلك بأن المسيحيين أو المسيح أو كتاب غير معنيين بالإشارة إلى المعبد اليهودي الثاني بتفاصيله، ولكن هناك بعض الإشارات. فماذا تقول الإشارة؟ تقول بأن المسيح عندما كان واقفا على جبل الزيتون وكان ينظر إلى المعبد وتنبأ بأنه لن يبقى حجرا على حجر في مكانه، لن يبقى حجرا على حجر في مكانه، ونحن نرى هنا أساسات المسجد الأقصى في مكان وباللغة العلمية نسيته. فإذا هل المسيح أخطأ في تصوره؟ أنا أعجبني في أحد المحاضرات لي، وكان من بين طلابي مجموعة من المسيحيين، أحد الطلاب يقول لي: أنتم المسلمون تقولون بأنه لا يوجد معبد سليمان ولا يوجد معبد هيرود، ولكن أنتم تقولون في القرآن: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وعندكم بالحديث: وعندما بنى سليمان البيت المقدس المسجد إلى آخر. فما هذا التناقض؟ فلم أرد عليه وأقوله: لا، لم يبلغ. أنا قلت: وأنتم في الإنجيل تقولون بأنه لن يبقى حجر على حجر في هذا المعبد، وأساسات المسجد الأقصى الأحجار الموجودة في مكان الأصل. فاختر ما شئت، هل الإنجيل غير صحيح؟ أم أن الايدنتيفيكيشن، التعرف على هذا المكان، هو ليس دقيقا؟ طبيعي لم يزيد. فعندما نتطرق إلى العهد الجديد أو الإنجيل لا يوجد معلومات. فإذا من أين بنوا أو بنى التوراتيون والإسرائيليون تصوراتهم حول هذا المعبد؟ أهم مصدر وأقدم مصدر والمصدر الرئيس في بناء المعلومات التوراتية والإسرائيلية هو فلافيوس يوسفوس، وهي شخصية متدينة جدا، شارك في الحروب ضد الرومان. قد ما هو هذا الشخص كوميتد لليهود، حاصروا الرومان، فاقترح على أصحابه وقال لهم: كل شخص يقوم بقتل الآخر حتى لا نستسلم إلى الرومان. وجعل نفسه آخر شخص يفترض أن يقتل نفسه. وبعدما قتل جميع زملائه استسلم إلى الرومان وأعلن ولاءه للرومان، وغير اسمه من يوسف بن متتياهو إلى فلافيوس يوسفوس، حتى الاسم أصبح روماني.
ولكن مرة بعد إعلان لحظة 50 عاما نشر كتابا عن حروب اليهود وأعمال اليهود وأيضا طبيعة الهيكل ووصوفه. لكن المشكلة إذا قارنا ما بين هذه الوصوفات وما بين المسجد الأقصى في بواباته في مساحاته لا تتناسب، لا من ناحية مساحة ولا بوابات ولا مستويات. حتى الشيء الغريب انه حتى التوبوغرافي المسافة ما بين اعلى نقطة واوطى نقطة تذكرها بحوالي 20 متر في منطقة المسجد الأقصى لا تتجاوز 10 متر ما بين النقطة الشمالية الغربية وما بين موقع الأقصى. فإذا كانت الإشارات مثلي بتضيق شو اللي بيحكي فيه، لا شيء يعني يتفق مع الواقع الحالي. إذا كان دقيقا مفترض أن يتفق مع واقع أو طبيعة أو شكل المسجد الأقصى. من هذا المنطلق أنا إنسان ما اكتشفت الذرة، ولكن أنا أيضا أستشهد الآخرين بالآراء العلمية، وليس بالضرورة أن هذا الشخص أو ذاك له بعض الآراء الموضوعية أن يكون موضوعيا. له بعض الآراء الموضوعية في شيء وبعض التعصب في شيء آخر. بعض المصادر الأساسية هون، وأنا أتحدث عن مصادر سيرفي أو سيستم أرستايل، أيضا من المصادر الأساسية لجميع الكتاب، أرجعوا جميع الكتاب سواء إسرائيليين أم توراتيين أو حتى مسلمين نعتمد عليه، ولكن ليس كل شيء يؤخذ منه. وهنا أنا أتخصص في المعلومات، أو أنا أبحث في الشيء الذي يتحدث عن المسجد الأقصى، أتحدث عن أمور أوسع من المسجد الأقصى. وهنا أقول بأن جميع المعلومات التي وردت في هذه المصادر هي غير دقيقة، ولكن مع ذلك حتى هم اعترفوا في بعض كتاباتهم، هم يقولون scholars should no longer depend on writings of Josephus and Tacitus. حاول حتى قديما حاول يقارن ويجروا مقارنة، ولكن أيضا it doesn't fit، لا تتناسب مع منطقة المسجد الأقصى. هذا من ناحية جوسيفوس، الأمور تطورت أكثر بعد 100 ميلادي. إجا التلمود، والتلمود مكون من المشناة والجمع مصادر اليهودية، مصادر أخرى لاستخلاص المعلومة. هلأ المشناة والجمارة، طبيعي المشناة تاريخها بعود لنهاية حوالي 200 ميلادي، بعد ذلك بقليل. هذا من ناحية المشناة، والجمارة حوالي 500 ميلادي، والجمارة هي تفسير لما ورد في المشناة مع بعض الإضافات القليلة والكثيرة. الشيء الذي ورد في كتابات فلافيوس يوسيفوس نفس الشيء ورد في كتابات المشناة، ولكن إذا كانت المساحة 200 متر صارت في التلمود 500 متر، إذا كان يزخرف في الذهب أصبح يزخرف بالألماس. مقارنة بسيطة، طبعا ما حدا بيقدر ينكر هذا الكلام سواء في إسرائيل أو غير إسرائيل. هي ميلاد كنا نتحدث عن 36 كيلو 200، صرنا نتحدث عن 55، في القرن السابع صرنا نتحدث عن 240 أو 142 أو 144 بغض النظر، حتى بعض كتاباتنا نحن غير دقيقين، ولكن هي بالضبط 142. عن نفس الشيء ليفترض أن يكون نفس المعبد، نتحدث عن المعبد جميل. حاولنا ندور أكثر حول مصادر المعلومات، هناك بعض التصويرات التي وجدت في الكنائس اليهودية، وأقدم كنيس يهودي يحتوي على تصويرات هو موجود
أو يسمى في تورا يوروبوس، هو موجود في سوريا أو في جنوب سوريا، يعود لحوالي 244 ميلادي. شو هذا التصوير؟ التصويرات إيش موجود فيها؟ بتلاحظ بحسب تفسيرات هاي منطقة المسجد الأقصى، وماذا يوجد داخل المسجد الأقصى؟ المعبد الروماني الوثني لهدريان، العدو الأكبر واللدود لليهود، والذي نفى اليهود من بيت المقدس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يعظم مبنى وثني داخل كنيسة يهود؟ هل أصبح اليهود وثنيين؟ نشوف شو بيحكوا عن هذا. يقول لك لا، هذا المكان عشان مكان الهيكل، ودمرنا الهيكل. ما عندكم كتابات، أو يفترض لديكم كتابات تقدروا بناء عليها إعادة تشكيل المعبد. لماذا لم تقوم بإعادة تشكيل؟ ولماذا أرجع وأكرر نفس السؤال، لماذا يعظم معبد وثني داخل كنيسة يهود؟ ليس الشكل، بل أيضا سيمبولز، إشارات أو مدينة. الصورة غير واضحة، ليس شكلها، حتى الرموز الوثنية أدخلوها داخل الكنيسة. برجع بقول 244 ميلادي. تفسير الشخصي، هم لا يعرفون أين يقع الهيكل، ولا شكل الهيكل ولا شكل المعبد، سواء كان سليمان أو حتى لم تنتهي القصة. نشوف المصادر الرومانية شو حكت في هذا الموضوع. أقدم مصدر، من أفضل مصدر تحدث عن هذا الموضوع، أو أقدم مصدر اللي هو كاسيوس ديو أو ديو كاسيوس، ما بيستخدموه بأكثر من، أنا بتحدث عن 155. طيب هو يقول بأن هادريان أوجد مدينة جديدة سماها إيليا كابيتولينا في الموقع المقدس للآلهة، حيث أقام معبدا جديدا اسمه جوبيتر أو معبد جوبيتر. كنت محتارا بهذا النص. الإسرائيليون يضعون بين قوسين جويش جاد، ولكن شخصية كاسيوس ديو هو شخصية وثنية متعصبة لا يعترف اليهود. فعندما أذكر بأن هذا المكان مقدس للآلهة، آلهة من؟ آلهة الكاتب أم آلهة اليهود؟ هم يحاولون أن يستجلبوا المعبد لمنطقة المسجد الأقصى. ولم تنتهي القصة. حاولنا أكثر في هذا الموضوع، محاولة قضية القبلة. يعني حتى عندنا في المصادر الإسلامية قبلة اليهود وين؟ صخر. هل صحيح صخر بيت المقدس كانت قبلة اليهود؟ إذا حاولنا نستطلع تخطيط واتجاه الكنس اليهودية القديمة، نراها أنها ليس لديها اتجاه محدد، مرة للشرق، مرة للغرب، مرة للشمال. في أكثر من معبد أو لأكثر من اتجاه. فلو كانت القدس أو صخرة بيت المقدس بغض النظر قبلة لليهود، الأولى أن يوجه الكنيس اليهودي باتجاه. ولكن بعد القرن الرابع الميلادي أصبحت جميع الكنس اليهودية توجه باتجاه بيت المقدس. فإذا كان بيت المقدس فعلا مهمة لليهود، لماذا لم توجه معابدهم المبكرة باتجاه بيت المقدس؟ ولماذا وجهت معابدهم
بعد نفيهم خارج منطقة بيت المقدس وحدود بيت المقدس وصولا لطبرية. لست أتحدث عنها بل هم يتحدثون. تم نفيهم إلى حدود إقليم بيت المقدس حد حدود طبرية. بعد ما تم نفيهم لعشرات السنين أصبح شرطا متوجه إلى في ذكر يقول كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب. أصبحت تتعاظم أهمية بيت المقدس بعد نفي الثماني أو نفي الأدرياء لهم من بيت المقدس. وبالمناسبة أحد أسباب طرد اليهود من بيت المقدس حسب كتاب كاسوسيو اللي تعرضت له قبل شوي، بقول لك فيما معناه نحن ما بدنا نطرد اليهود، ولكن المشكلة هم لا يريدون أن يتعايشوا معنا، لا يريدون أن يجتمع دينان داخل مدينة بيت المقدس. فإذا كان الرومان هم المسيطرون، هم يريدون أن يبنوا معبد الوثني. فبالتالي كانت أحد أسباب قرار هدريان بطردهم من بيت المقدس وأخير بيت المقدس. نتحرك بالتاريخ إلى القرن الثامن أو إلى القرن الثالث الميلادي إلى خارطة مابل، وهي خارطة تم اكتشافها في كنيسة موجودة في مادبة بالأردن. لكن الشيء المميز هي أقدم خارطة تعطينا تصورا لمدينة في القرن السادس الميلادي. ولكن الشيء المهم أن شكل هذه المدينة تظهر التخطيط الروماني الهدرياني الأصلي، من ناحية شارع الأعمدة، من ناحية الكاردو والديكومانوس والأمور الأخرى. ولكن بما أنه نحن نتحدث عن القرن السادس الميلادي، أيضا أشارت إلى مجموعة من الكنائس التي كانت موجودة في بلد المقدس آنذاك قبل فتح السنة الأول من كنيسة الكلية. قبل ما أنتقل بتفاصيل أكثر، يعني في شيء مميز في الأحداث التاريخية. نحن نتحدث عندما استحدث هدريان مدينة بيت المقدس، أو استحدث من المدينة الجديدة عفوا وأسمها إيليا كابيتولينا، لم يستحدثها في المكان القديم الذي كانت موجودة في بيت المقدس. لا، أنا أتحدث عن تخطيط جديد، اسم جديد، موقع جديد، حتى اسم المنطقة تم تغييره لكولونيا لسيريا فلسطين. ضم فلسطين مع سوريا وحتى تسمية المنطقة غيره. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا، فإذا كان هدريان غير كل شيء حتى الملامح التخطيطية المدينة تغيرها، فلماذا لا يريد أن يغير على افتراض صحة ما يدعون حتى موقع المعبد؟ وأرجع سنشوف إلى خارطة مادبة. إذا نظرنا إلى هذه الخارطة بصورة علمية، نلاحظ أن جميع حدود هذه الخارطة ظهرت بتفاصيل، باستثناء شيء ممكن أن يعطينا شيء حاسم من نواحي تاريخية، هي منطقة المسجد الأقصى. الشكل الذي ظهرت فيه يضعنا أو يضع مجموعة من التساؤلات، لماذا هذه المنطقة بالذات ظهرت مدمرة؟ فهل هذا مقصود بين قوسين والشرط من اليهود أم حتى من المسيحيين والمسيحيين لهم السلطة؟ ولكن يبقى هذا تساؤل في طور الفرضية، في طور الفرضية.
نتقدم أكثر لبعض الأدلة المادية خلينا نسميها تربط ما بين المسجد الأقصى أو منطقة المسجد الأقصى، لأن ما كنت أعمل عليه هو ماذا يوجد قبل المسجد، قبل الفتح الإسلامي الأول في منطقة المسجد الأقصى. نلاحظ هنا كتابات الرومانية، وهذه الكتابات هي مرتبطة مع حدرية، هي ترتبط مع حدرية. إذا أوجدنا بعض المقارنات من ناحية أساسات المسجد الأقصى اللي بين المسلمين بيقولوا هي أساسات المعبد اليهودي لهيروغليف، وما بين أمثلة مشابهة لهذه الأساسات تماما في العمارة الرومانية. النمط الهيرودي لا يتناسب مع نمط الأحجار الموجودة في أساسات المسجد الأقصى، ولكن ما الذي يتناسب مع أساسات المسجد الأقصى؟ معابد الأخرى التي أنشأها هادرين، وعلى سبيل المثال معبد جوبيتر في بغداد. لو لم أقل لكم بأن هذه الأحجار الموجودة في معبد بعلبك لقلتم بأن هذه الأحجار الموجودة في منطقة المسجد الأقصى. وحتى زخارف معبد بعلبك، هذه أحد الزخارف الموجودة في معبد بعلبك، لو كانت موجودة بفلسطين لأصبح كنيسة يهودية. النجم السداسي الذي للأسف يعني نحن نبعد عنها نقول نجمة إسرائيلية، ولكنها نجمة الكنعانيين، ظهرت في زخارفه. المثلث الأول هو رمز للسماء والمثلث الآخر هو رمز إلى الأرض، هي نجمة كنعانية، واتخذها داود من الكنعانيين رمزا للحرب على الكنعانيين. أيضا هي ليست فرضية، اللي بيفهم في الأركيولوجي يرجع لنظام الزخرف الموجود عند الكنعانيين ويشوف فمن قبل من، الكنعانيين أم الإسرائيليين. هنا أعرض النمط الهيرودي موجود في المدفن لهيرود الكبير، تعرف أنه هذا المكان لكن لم يجدوا جثته. أي نمط لماذا النمط في منطقة المسجد الأقصى يختلف عن بعض المباني التي لا تبعد أكثر من مجموعة من الكيلومترات أو بضع كيلومترات؟ نمشي أكثر نشوف يعني شو سبب إنه صارت منطقة المسجد الأقصى معبد هيرود. نرجع للمصادر ما بعد اليهودية نشوف إيش المصادر المسيحية في هذا المجال. أهم المصادر يوزيبيوس، باردو، يوشيروس، إيدوروس، وفي مصادر أخرى أيضا، ولكن هذه الشيء اللي تطرقت بشكل رئيسي لمنطقة المسجد الأقصى. على الرغم من إنه يعني بشكل أو بآخر يعني المصادر المسيحية هي كانت تركز على الأماكن المسيحية، وحتى المصادر المسيحية فيها إشكالية ليس في منطقة المسجد الأقصى فحسب، بل في مناطق أخرى أو التعرف عليها والذي هو مرتبط مع العهد الجديد. فماذا يقولون من أو بعض المصادر القديمة أيضا التي حاولت البحث في المصادر المسيحية؟ confused accounts، قدموا أيضا معلومات مشددة، معلومات غير دقيقة. الشيء اللي بدي أوصل له، ليس كل ما يذكر في هذه المصادر هو دقيق. نحن نتعامل كمؤرخين كأثريين أن هذه المصادر قديمة هي.
لابد من إيجاد طرق أخرى للتأكد من مصداقية هذه المعلومة. وأحد الطرق بدأنا بطرحها اللي هو قضية التقاطع ما بين الدول. إذا لم ينجح التاريخ في الإجابة على هذا السؤال نتجه نحو الأرض، وإذا لم ينجح الأرض نتجه نحو العمارة، وإذا لم تنجح العمارة نتجه نحو طرق وأساليب جديدة. حاولت أتبع شو اللي بيصير فيها. بلشنا في أقدم مصدر أو أبكر مصدر من ناحية زمنية، ونحن نتحدث عن منهجية بحث علمي. 225 حدث معبد جمل. شوية لقدام هيكل أو معبد سليمان. شوية لقدام أكثر هيرودين في معبد هيرودين. شوية أكثر معبد بلشت الأمور تستقر. لا معبد الحلقة المفقودة هي من فترة هدريان وما بعد هدريان. تفسير الشخصي حتى المسيحيين لعبوا دور في تقديم المعلومة الخاطئة حول منطقة المسجد الأقصى، لربما هم يريدون أن يربطوا الوثني أو المكان بنظرهم المعبد الوثني بما يطرحه اليهود آنذاك. ظروف أو تعرضات لما يرجع لك. شكرا.